تعالوا نروح لماتشين النهارده. المباراه الاولى ما فيهاش حاجه تستحق ان احنا نتكلم عليها قوي غير انها انتهت بالتعادل 0-0. المباراه اللي جمعت ما بين انبي وطلائع الجيش، ورغم انه فريق انبي لعب يعني حوالي 35 دقيقه ب10 لاعبين بعد طرد احمد يوسف في الدقيقه 55، الا انه فريق انبي حافظ على التعادل. مباراه يعني كانت اكتر في اتجاه فريق نادي طلائع الجيش اللي بيقدم عروض رائعة، كسب أول مباراة مع فاركو، ودي المباراة الثانية بيتعادل فيها مع فريق إنبي. بطولة بادية بشكل جيد بشكل محترم، ورغم غياب الأهداف لكنه إلى حد ما نقدر نقول إنه الإثارة موجودة، وما تعرفش نتيجة أي مباراة وفرص هامة بتضيع، لكنه في النهاية نقطة لكل فريق. المباراة الثانية جمعت ما بين الجونة في ملعبه اللي كان تعادل في المباراة الأولى مع سموحة في الأسكندرية 1-1، استضاف فريق زد. الحقيقة زد بيواصل للتألق، برضو الملعب شكله جميل، كل الملاعب لحد دلوقتي شكلها جميلة جدا، لكنه مجدي عبد العاطي نجح هو فريقه في التفوق على علاء عبد العال وفريق الجونة. فرص من الفرص الضائعة السهلة الحقيقة في اللقاء، أحمد مسعود حارس مرمى الحقيقة الجونة تألق النهاردة، أنقذ أكثر من فرصة. شادي حسين ما زال يبحث على الأهداف لكنها جاية جاية يا شادي، لعيب كويس ولعيب محترم جدا شادي حسين، فرص بقول لكم بالجملة. والتألق كان لأحمد مسعود حارس مرمى فريق الجونة، ثم ضربة جزاء نجح محمد سمير في ترجمتها إلى هدف في الدقيقة 82. زيد بعد مباراتين عنده 6 نقاط، متصدر بطولة الدوري العام مع مودرن فيوتشر، دي فرصة لا تضيع من فريق الحقيقة الجونة، ونتيجة كانت لسه التعادل بدون أهداف. تاني تألق لأحمد مسعود حارس مرمى فريق نادي الجونة اللي بادي موسم كويس، المباراة الأولى أنقذ أيضا ضربتي جزاء، دي ضربة الجزاء اللي احتسبت في اللقاء واللي انتهى بها اللقاء بهدف مقابل لا شيء لفريق زد ليحصد النقطة 6 من مباراتين. لكنه فريق في البداية كده بيقدم نفسه بشكل قوي وبشكل جيد، وانه ممكن ياخد مركز جيد في بطولة الدوري العام.